عرضية تهوى تقريبا الرعاة اللاعبين دفعتا واحدة. عاطف شحشوح نجم فريق سيفاس تمشان احمدي يعرج الوسط وبالتاكيد غادي يلعبوا الاسود في مقابلة اليوم بالي الفوز والعودة الثقة للفريق. ولا لا 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 ولا لا 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 شوف الحط العاطير شوف الحط العاطير انما اندو من طراز رفيع اندو من طراز رفيع ولا باللمسة الوحيدة كل السحر من رجل عمر قادوري نجم فريق نابولي تمشي عند عبد العزيز برادا الفتى الواعد الذي يسترجع تدريجيا امكاناته مع فريق بجنوب فرنسا الفريق الكبير اولمبيك مارسيليا. عبد العزيز برادا امامكم 25 سنة المقابله رقم 26 رفقة الاسود الحارس عطيف يمكن مرار وتماس بعد التدخل خطير شال المهاجم الغيني حول المرور كيف نقول فراغات قلتها وسأكررها فراغات في قلب دفاع الفريق يعني هذا الخطأ الثالث ترتكب في منطقة دفاع الفريق الوطني يجيب هدف قلت نهمو المقابلة وصفقوا على الهجوم مباغت الكونتر اتاك كان خطير الكونتر اتاك كان خطير والهدف إذا محمد يعني الهدف يجي في وقت استراتيجي مقابلة الدقة 20 إلا كان ممكن بالتأكيد غنعاودو نشادو الإعادة هنا شوف اش غادي يعمل في وسط ربعة ديال اللاعب تلعب بربعة اللاعبين وعطى كرة يعني جميلة وبتسديدة قوية بتسديدة قوية كيتمكن يا ترى محمد لاعب فريق ستوندار ديال البلجيكي من تسجيل هدف جميل وصاحب العمل الكبير أمامكم كيت طنبي لاعب فريق سالزبورغ النمساوي الذي هيئ كرة جميلة لزميله يا ترى الذي افتتح حصة التهديف مبكرا نسبيا في الوقت كان الفريق الوطني جزاء واضحة حكم المقابلة ماكيت ندياي من السنغال يعطي ضرب جزاء للفريق الوطني عمر قادوري يتولى تنفيذ ضربة جزاء المقابلة رقم 15 بس ما قلتش أربعة ديال الأهداف للفريق الوطني جوج أهداف مع فريق نابولي في دوري إيطالي لكرة القدم هذا الموسم الذي يستسد فيه فريق فيورنتينا في الرتبة الأولى قادوري استاد وشل هذا التعادل إذا القادوري يعيد المقابلة لنقطة الصفر من ضربة جزاء رد فعل الفريق الوطني كان سريعا بعد يا ترى محمد تقريبا واحد الفرق ديال جوج دقائق الفريق الوطني من ضربة جزاء عمر قادوري يسجل هدف تعادل للفريق الوطني المؤازرة كبيرة للمناصرين لأسود الأطلس والجمهور الآن يمكن نقول تقريبا 31,000 متبرج ولا زال الآلاف نقول الآلاف ماشي المئات الآلاف من المناصرين الفريق الوطني يصلون تباعا لملعب أدرار لمؤازرة الأسود.